يبقى درس المساقط هناخد فيه اول حاجه كده ازاي مسقط نقطه بالنسبه للمستقيم، ازاي النقطه مسقط النقطه دي هتنزل على المستقيم، هي تنزل معوجة ولا تنزل عمودي؟ لا هي لازم تنزل عمودي، لو ما نزلتش عمودي يبقى ده ما ينفعش يبقى مسقط. يعني انا من نقطة س دي هنزل عمودي على ألف ب، طبعا هو بيمتد عادي، هو خط مستقيم يعني ممكن أمدك. الزاوية دي لازم تبقى 90 درجة، لازم يبقى عمود، يبقى مسقط السين هتبقى السين داش اللي هي هنا، هتنزل عمودي على القطع على المستقيم. طيب لو هي نفسها موجودة على المستقيم هتفضل زي ما هي، يعني أنا لو سألتك مسقط ألف هتفضل زي ما هي ألف، مسقط النقطة باء طالما هي موجودة على المستقيم هي مسقطة هي نفسها. ده أول حاجة مسقط نقطة على مستقيم، تاني حاجة مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم. هشوف كده مسقط دي كده مسقط نقطة بالنسبة للمستقيم، ده مسقط نقطة، ناخد هنا مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم. وليكن أنا المستقيم بتاعي أهو، وأدي عندي قطعة مستقيمة، مش شرط بقى القطعة دي بتوازي، قطعة عادية أهي نفس الفكرة، عشان نسقط القطعة دي أي نقطة على القطعة هتنزل عمودي. يعني مثلا هناخد أي نقطة، مثلا نقطة باء دي لو نزلت لازم تنزل عمودي هنا على بقى الشرط. لو خدنا هنا مثلا ألف هتنزل هنا ألف شرط، لازم تنزل عمودي، يبقى احنا نفهم من كلمة مسقط ان هو بينزل عمودي. المهم عندي بقى اللي بيجي في الامتحانات في سؤال مهم اهو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تعلقت لي ما عليك، نشوف غيره. الأسئلة المهمة يا شباب اللي بتيجي في الامتحان لما يقول لي كده أنا عندي قطعة مستقيمة، ألف ب أيا كانت القطعة، اللي مش بيعمل دوبليكيت مش المفروض ان انا هنزل المسقط. طب مين الاكبر، المسقط ولا القطعة نفسها؟ تتوقعوا مين؟ يعني انا خدت النقطة الف دي ونزلت مسقطة هنا الف داش، وهنا نقطة ب نزلت مسقطة هنا بقى داش، نزل عمودي، مين الاكبر، الالف ب ولا الالف داش ب داش؟ طبعا ده نزل عمودي، نزل 90 درجة. تتوقع مين الأكبر بالشكل كده؟ مين الأكبر، الألف ب القطعة ألف ب ولا القطعة ألف داش ب داش؟ ألف داش بقى حصل الضباط لا مش قد بعض، لانهم مش بيوازوا بعض. امتى يبقوا قد بعض؟ لو كان بيوازي بعض، يعني لو كنت رسمتها جنب، لو كنت قلت لك ان الالف ب بيوازي الالف داش ب داش، يعني كنت عملت لك اهي واحدة تانية مختلفة عشان تفهمي ايه الفرق اهو. وي تمام، وهنزل المسقط بتاعي دي نقطة ألف اهي، ألف
نزلت ألف داش، وهنا باء داش، ما هو جسر النجاح. لما بيوازوا بعض هما اللي بيساووا بعض. لو كانت القطع أ ب بتوازي أ د ب د أو بتوازي المستقيم نفسه اللي هو المستقيم لام، ساعتها هنقول إن هما بيساووا بعض في الوقت ده، بس اللي هو هيكونوا بيساووا بعض هنا. لكن هنا بقى مين الأكبر، الأ ب ولا الأ د ب د؟ من الواضح ده كده واخد وربة فأكيد هيكبر، لكن ده هيمشي مستقيم على طول يبقى أكيد أصغر. صح يا شباب، انتوا مش واضحة عندكم ولا ايه؟ مش دايما لما بياخد وربة بيبقى أكبر؟ يعني الألف باء أكبر من الألف داش باء داش طبعا، لأنه واخد وربة يعني محوط كده عاوج نفسه مش بيوازي، لكن التاني ماشي دايركت مباشر فمش هياخد وقت طويل زي ما التاني ما هيحود وياخد وقت أطول طبعا. يبقى الألف باء أكبر من الألف داش باء داش. ده امتى؟ لو انا ما قلتلكش ان هو بيوازوا بعض، لكن لو انا قلت لك ان هما بيوازوا بعض يبقى هما الاثنين هيساووا بعض. يبقى نخلي بالنا من الحته دي، امتى بيساووا بعض؟ امتى المسقط بيساوي النقطه الاصليه نقطه نفسها؟ امتى؟ لو كانوا بيوازوا بعض. طيب ناخد واحدة تانية. لو كان المسقط النقطة نفسها ازاي؟ بصوا كده، انا عندي مسقط، عندي القطع اللام اهو المستقيم لام، وعندي النقطتين ليهم نفس المسقط. يعني انا خدت نقطة ألف اهي، فهتنزل مسقط هنا على المستقيم. ياخد وقت أوي قبل ما يحمل، مش عارفة ليه. هي المفروض تنزل عمودي، يعني نظبطها بقى وننزلها مستقيمة على طول. ايه فكده ده مسقط ألف داش. رحت أنا واخدة المستقيم، خدت برضو نفس النقطة تانية هنا نفس نقطة، ونزلت هنا يعني في نفس المستوى ونزلت عمودي. يعني وليكن النقطة دي باء أو جيم، النقطة دي هي باء، فلما ننزل بقى هنا تبقى باء داش. يعني هما الاتنين هيبقى مسقطهم نقطة واحدة، وليكن بدل ما نسميها ألف داش بقى باء داش هنسميها جيم. كده النقطة ألف والنقطة باء ليهم نفس المسقط اللي هي نقطة جيم. طيب يبقى طول الألف باء ده مين؟ أكبر ولا أصغر يعني؟ أكبر ولا أصغر من المسقط؟ المسقط طبعا الألف بقى أكبر، يعني المسقط هيكون أصغر صح؟ لأنه كمان هيساوي إيه؟ مش هو أصلا المسقط نقطة واحدة نقطة جيم؟ يعني أصلا مفيش مسافة يا شباب، يعني مفيش مسافة قيسها، ده هي نقطة واحدة جيم، يعني هيساوي صفر. يبقى هنا المسقط هيكون أكبر من، طبعا المسقط هيبقى أصغر من أو يساوي صفر. يبقى المسقط أصغر من أو يساوي الصفر. نقول كده بقى المسقط أصغر من الألف باء ويساوي الصفر، لأن أنا ما عنديش نقطة واحدة غير نقطة واحدة نقطة جيم. فين المسافة اللي احنا هنجيبها أصلا؟ هو ايه كل الهري ده؟ هو للأسف الدرس ده عبارة عن، هو عبارة عن كده مفيهوش حاجة تانية. الأسئلة اللي بتيجي بقى إن احنا دايما طول مسقط القطعة المستقيمة لقيناها لا إما المسقط نفسه يا شباب لقيناه لا إما أصغر من أ ب، لا إما بيساوي الصفر، لا إما بيساوي مين؟ الأ ب. مش احنا لقينا المسقط مرة هنا لو كانوا بيوازوا بعض لأنهم بيساووا بعض، المسقط بيساوي الألف باء.
المسقط اللي هو ألف داش باء داش، لأنها بره بيساوي الألف باء. إمتى طولهم يساوي بعض؟ لو كانوا هما الاتنين بيميزوا بعض. إمتى لقينا المسقط أصغر من الألف باء وبيساوي الصفر؟ لو كان النقطة نفسهم هما نفس النقطة الاتنين بينزلوا ليهم نفس المسقط، ليهم نفس مسقط واحد، ليهم نقطة واحدة، ساعتها هيساوي الصفر. إمتى يكون أصغر؟ امتى هيكون اصغر؟ لما يكون الف باء المسقط بتاع اي قطعه مستقيمه ينزل عمودي هيكون اصغر ساعتها. كده كده يبقى احنا عرفنا القاعده بتاعتنا. ايه هي بقى القاعده اللي احنا هنمشي بيها لو جه سالنا في اكمل او في اكثر؟ ان المسقط بتاع القطعه المستقيمه بيكون اصغر من او يساوي طول القطعه نفسها. طول السؤال ده مهم وبيجي. طول مسقط، مش عارفة هو القلم بتاع نفس الوايت بورد ده بيكتب بالعافية ليه، مش عارفة اكتب بيه. طول مسقط القطع المستقيمة ماله بقى؟ احنا قلنا طول القطع المسقط ماله يا شباب؟ أصغر من أو يساوي طول القطعة نفسها. يعني المسقط بيبقى أصغر من أو يساوي ما عمروش كان أكبر. طيب ناخد سؤال كده. هتشوف الشكل ده إن شاء الله في الدرس اللي بعده في نظرية إبليس. ألف باء جيم. مسقط ألف باء على بأي جيم؟ عايز مسقط القطعة المستقيمة ألف باء على بأي جيم ما تكون إيه؟ مين يعرف؟ طيب مسقط ألف جيم على باء جيم مسقط باء جيم على ألف جيم مسقط باء جيم على ألف باء. مسقط ألف جيم على ألف دال. المسقط يا شباب النقطة بتنزل عمودي، دوروا مين اللي نزل عمودي بس. مسقط ألف دال على باء جيم مسقط ألف باء على ألف دال. طيب أول حاجة كده لو مسكنا المسقط ألف باء على باء جيم، أدي النقطة ألف وأدي النقطة باء، هننزلها على مين؟ هننزلها على باء جيم، هننزلها على المستقيم ده. دي أول حاجة. أدي النقطة ألف هتنزل عمودي هنا، احنا قلنا المسقط ينزل عمودي، يبقى الألف نزلت تبقى مين؟ الألف باء الدال. طيب ونقطة باء هتنزل ازاي؟ ما هي أصلا موجودة على نفس المستقيم، يبقى تفضل هي هي. يبقى مسقط الألف باء هيبقى الباء ده او ده الباء قطعة مستقيمة. حد تاني بقى يقول لي مسقط الالف جيم على الباء جيم يا شباب. المسقط بينزل عمودي، لازم يبقى نازل عامل زاوية 90، لازم يبقى ينزل واقف عمودي. هاي ندى، مسقط الف جيم على باء جيم ده الجيم. صح. الالف هينزل يبقى دال، والجيم هتفضل نفسها لأنها على نفس المستقيم ده الجيم. طيب اللي بعديها يا محمد. محمد منير، أي حد يقول يا محمد على يلا. مسقط باء جيم على ألف جيم. خلي بالك المسقط لازم ينزل عمودي،
فالباء لازم تنزل عمودي على الألف جيم. فالباء لما تنزل هتبقى ايه؟ نعمل لك زاوية 90 اهي. الباء لما تنزل هتنزل على ألف لأن هم 90 درجة، والجيم هتفضل نفسها لأنها على نفس المستقيم تبقى ألف جيم. تاني يا محمد هات اللي بعديها. مسقط باء جيم على ألف باء. بقى جيم على ألف بقى. هتبقى ألف باء. ادي الباء جيم اهي يا محمد، المفروض ننزلها على مين؟ على المستقيم ده. طيب الباء لما تنزل على الباء، اول حاجة الباء لما تنزل على الالف باء هتبقى ايه؟ مش الباء هي موجودة على نفس المستقيم، هتنزل زي ما هي باء. طب والجيم المفروض تنزل عمودي، الجيم هتبقى مين؟ عشان تنزل عمودي هتنزل عمودي على الألف ولا على الباء؟ هتنزل عمودي على الألف، يبقى باء ألف. نقولهم بنفس الترتيب. طيب مسكت ألف جيم يا جنى على ألف دال. ألف جيم على ألف دال يا جنى. ألف جيم على ألف دال يا جنى. يا جنى المايك بتاعك مقفول. محمد عمر عايزين نسقط الألف جيم على الألف دال. الألف هينزل على الألف نفسه فيبقى تبقى ألف والجيم هتنزل على الدال. الجيم هتنزل تبقى ايه؟ عايزين ننزل بزاوية 90 ثانية بس. ماشي. مش انا كده هنزل بزاوية 90؟ مش دي زاوية 90 يا محمد؟ ايوه بس بقى ليه؟ مش احنا هننزل يا بابا من الالف جيم هينزل على الالف دال؟ ايه اللي ودانا للباء؟ احنا بننزل هنا على الالف دال، ايه اللي ودانا هناك؟ انت رحت هناك ليه؟ الجيم يبقى ألف هتنزل على دال. دال، ايه اللي ودانا عند الباء؟ احنا هننزل على الالف دال. تمام بس مسقط الف دال على باء جيم، فين الألف دال؟ أو هينزل على الباء جيم. الألف لو نزلت هتبقى دال، والدال هي نفس نقطة دال، يبقى هو نقطة دال بس. آخر حاجة مسقط ألف باء على ألف دال. أدي ألف باء وأدي ألف دال، فالألف هيفضل ألف والباء هتبقى دال، يبقى ألف دال. طيب تعالوا في سؤال عندكم كده في الكتاب نفس الفكرة دي عشان تثبت، تحاول بنفسك. طلعولي حاول بنفسك في درس المصادر. يبقى احنا اللي طلعنا بيه ان المسقط طوله بيبقى اصغر من او يساوي طول القطعة نفسها، اصغر من او يساوي.
صفحة 222. يلا ندى كده أول سؤال. مسقط ألف باء على باء جيم. تمام. ألف باء على باء جيم. الألف عشان تنزل عمودي على هتبقى ايه؟ ألف هاء. خلي بالك ان النقطة دي منتمية ليها برضو، يعني ده كله طبعا مستقيم باء جيم، يعني نقطة الدال دي معايا هنا برضو، عشان كده هو عاملك باء جيم خط مستقيم، يعني هو ممتد. ماشي، تمام. يبقى الألف المفروض هتنزل عمودي على الباء جيم، هتنزل عمودي تبقى مين؟ ننزل من ألف نعمل عمودي يا ندى، يبقى هتنزل دال. من ألف هننزل على باء جيم، أدي باء جيم أهو، ده باء جيم، كل ده باء جيم، يبقى الألف هتبقى دال، لازم تنزل تعمل عمود. طيب والباء هي موجودة على نفس البتاع فهتفضل هي، يبقى ده الباء. يا جماعة مسقط ينزل يعمل عمود، انتوا واقف معاكم ليه؟ مسقط ألف، أنا باخد كل نقطة لوحدها، مسقط ألف أدور على ألف تنزل عمود على الباء جيم، الألف أنزل بيها عمود على الباء جيم تبقى دايل على طول، وحتى عملي 90 درجة يعني. ولو نقطة موجودة على نفس المستقيم هتفضل هي، يعني الباء هتفضل باء والجيم هتفضل جيم. طيب عايزين طول مسقط ألف باء على ألف جيم، الأول نجيب المسقط وبعد كده نجيب طوله. ألف باء على ألف جيم، أدي ألف باء هننزل على ألف جيم اللي هو ده، الألف موجود على نفس المستقيم يبقى تفضل نفس هي. طب والباء هتنزل تبقى مين؟ هاء، يبقى ألف هاء. احنا بقى عايزين نعرف طول الألف هاء ده بقى بيساوي كام، الحتة دي يا شباب هتساوي كام؟ الألف هاء 4 سنتي. ليه؟ صح، هي فعلا هتبقى 4، لأنه دي 4 ودي 4، لأن دي كلها 8، بس ليه؟ علشان بقى نزل عمودي على 1000 جنيه. طيب برضو ايه اللي خلانا نقول عشان بقى عمودي؟ مين ايه؟ هو أي حاجة تنزل عمودي يبقى متنصف؟ عشان محور تماسك. مين قال لك انه محور تماسك؟ مين قال؟ يا محمد ها ندى، ليه الباء ليه الألف هاء ب4 سم؟ ليه هينصب؟ طيب يا شباب، مش احنا خدنا الترم الأولاني المثلث المتساوي الساقين، وخدنا في الآخر كده 3 نتائج؟ ايه هما ال3 نتائج؟ فاكرين لما احنا قلنا لو انا عندي مثلث، الكلام ده على المثلث فقط، مين؟ المتساوي الساقين. قلت لو انا عندي مثلث متساوي الساقين ونزلنا عمودي على الضلع، يبقى هينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس. مش خدنا التلات، قلنا النتائج دول مرتبطين ببعض، ان المثلث المتساوي الساقين بينزل عمودي ينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس، بس يبقى ليه هينصف؟ لان ده مثلث متساوي الساقين، حتى لو انت خدت بالك بص عامل لك ان الحتة دي قد الحتة دي، لازم كان يقول كده، ما ينفعش ما يدكش ان الالف باء بتساوي الباء جيم، ما ينفعش يقول لك ان ده مش مثلث متساوي الساقين. احنا عرفنا ان هو بينصف القاعده لانه مثلث متساوي الساقين، هي فعلا طولها يبقى 4 سم لان مثلث متساوي الساقين نزل عمودي على القاعده وينصفها. طيب عايزين مسقط الف باء على الف دال، هيطابق مسقط مين على مين؟ على الف دال. طب هو الأول مسقط ألف باء على ألف دال مين؟ مسقط الألف باء أهو على الألف دال،
الألف هي هي، والباء هتنزل عمودي تبقى دال، يعني هتبقى ألف دال هي هي. طب مسقط مين بقى؟ هي تبقى برضو ألف دال. هيا شباب هدولي أي حاجة تانية مسقطة يبقى ألف دال برضو، مش لو أنا خدت نقطة ألف هتفضل زي ما هي والجيم هتنزل هتبقى دال صح؟ يبقى برضو مسقط الألف جيم على ألف دال هيبقى برضو هو هو. تاني مسقط الألف باء على الألف دال هتبقى ألف دال، ومسقط برضو الألف جيم على الألف دال هتبقى برضو الألف دال، لأن الباء لو نزلت هتنزل عمودي على الدال، والجيم برضو لو نزلت عمودي هتنزل برضو عمودي على الدال، هما الاتنين موجودين بينتموا لنفس المستقيم اللي بينزل عمودي على الدال. عايزين طول مسقط باء هاء على ألف جيم. هو مين اصلا مسقط باء هاء على الف جيم؟ محمد علاء مسقط نعم. باء هاء على الف جيم. مين مسقط باء هاء ده على الف جيم؟ تبقى هاء الجيم. ليه؟ هي الباء كده نزلت هتنزل كده عمودي، هي الحتة دي زاوية عمودي ده غلط طبعا. هاء ألف. ليه ليه يا ابني؟ مش احنا بنقول المسقط بينزل عمودي؟ لا حول الله يا رب. الباء تنزل عمودي تبقى هاء، دي اول حاجه. الهاء بقى نفسها، مش الهاء هتفضل نازل نفسها؟ فيها أيوة. الهاء موجوده على نفس المستقيم، هي الهاء هتنزل تروح فين؟ ما هي موجوده اصلا على مستقيم الف جيم، يبقى هو نقطه واحده اهي. مسقط الباء اهي هيبقى ها. مش عارفة معلقة معاكم ليه، يعني هيساوي صفر. ما هي نقطة، مفيش طول أصلا، صفر. مسقط المثلث أ ب ج بيساوي مساحة المثلث، مساحة المثلث تساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، فأنا عايزة أعرف القاعدة والارتفاع. ها يا شباب هنجيبهم فيزا غورس، بس انا عندي الحتة دي كلها 8، يعني دي بأربعة وقلنا دي بأربعة. نعرف نجيب دي ولا لأ؟ نعرف نجيب بقى هاء ولا لا؟ هيا شباب أيوة من الكورس بقى هنجيبها ازاي؟ لا حول الله، انتوا مالكم النهارده؟ تبقى ايه خمسة تربيع، ولا ايه؟ خمسة تربيع هتساوي ثانية واحدة ناقص أربعة تربيع. ايه في غرس الوتر تربيع ناقص الضلع تربيع هيساوي 3، يعني طول الباء هي دي 3، يبقى نص طول القاعدة في الارتفاع على النص، القاعدة كلها 8 والارتفاع جبنا ب 3، نص التمانية 4، 4 في 3 ب 12 سنتيمتر مربع عشان دي مساحة، يبقى مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. ايه المشكلة ان انا اجيب الارتفاع؟ يعني ما في فيثاغورس ده مثلث قائم يعني. طيب عايزين نثبت معلومة برضو المسافة دي، فهناخد سؤال تاني ده. هتقولي الصفحة دي صفحة 224، مسقط ألف جيم على باء جيم. ها اللي يعرف محمد عمر مسقط ألف جيم على باء جيم. المسقط مسقط يساوي جيم معقول على ألف محمد مس. ألف جيم يا محمد على باء جيم. أيوة ألف جيم على باء جيم. ليه الأولانية مش صح؟ أيوة يا محمد، احنا لسه بادئين في الصف.
هي مش محتاجة التفكير ده كله، النقطة ألف لما هتنزل هتنزل عمودي تبقى باء، والجيم موجودة على نفس النص، الجيم موجودة على نفسها، هي مش محتاجة التفكير ده كله. في ايه لا مسقط ألف جيم على باء جيم؟ مش عارفة انتوا مالكم متنشئين ليه النهاردة. الألف هتنزل عمودي تبقى دال، والجيم هتفضل نفسها، يبقى دال هنا جيم.